بنگلہ دیش کے مختلف علاقوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعات منعقد ہوئے، جہاں ان بزرگ ہستیوں کے فضائل بتائے گئے، جبکہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بھی ایصال ثواب کا سلسلہ ہوا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل من تذاكر جيران بذي سلام من تذاكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلاة بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث